كنا حرب وكنا نأمن لأولادنا ياكلوا يشربوا يلبسوا، أما هلأ في بجمود اللي موجود ما عم تعملي شيء. أنت ما عم تعملي شيء، أنت عم تتفرجي بس، الواحد قاعد عم بحاطط إيده على خده وعم بلطم خده بس. ما رح تعيدي يعني؟ لا ما في عيد، ما في عيد، عم بيكذبوا على العالم. بتعرفي امتى في عيد؟ لما بيصير في بجيبنا مصاري، بيصير كل يوم في عيد، بنصير نعيد كل يوم اذا بدك. العيد هي العيد فون جوا، بس ما جوا مش مرتاح، اذا السول تبعك مش مبسوط كيف بدك تعيدي؟ ذاتس ات، مش الجايبه. بلشت الشوارع بلبنان تتزين بزينة العيد، أما واجهات المحال التجارية فزينتها خاصة وهي الحصومات بين 50 و70%، لعله هالرقم بيجذب الزبائن اللي خلت منها شوارع فرن الشباك. ورغم أحدث الموديلات بالتياب إلا أنه الحركة الاقتصادية بعدها مشلولة، باستثناء قلة قليلة تواجدوا وأكثرهم كان متفرج. عاملين كل اللي فينا نعمله عم نعمله، ديسكاونت عم نعمل، بضاعة عم نجيب شواء كبير كتير، عم نستورد كل البضاعة، وبرضو ما فيها الحركة، حركة بتخوف مثل ما أنا ماشيين بتخوف، يعني كل المحلات على التسكير الفلاس، يعني ما في مجال. في كتير ناس بالشوبينج إذا مكتئبين بيروحوا بيعملوا شوبينج لغيروا نفسيتهم، بس شرط إنه ما تندمي كل بقية الشهر عليهم، يعني تكوني تركي كل شيء في أولويات تجي تحطي المصاري بالشوبينج. يعني لا مش جاي أعمل شوبينج، شو بدي أعمل؟ هاي الكنزة والبلوزة والبنطلون بزيد علي، بلبسهم كل الجمعة، بغسلهم بنشرهم برجع بلبس غيرهم، شو فرح وين؟ ما حجيب شيء. هلا عايزه ماسكره مضطره رايحه مشوار بس هيك، بس اغراض للعيد ولا شيء. للولاد اكيد اكيد للولاد، انا التيتا تبعهم بدي اخذهم اشياء. انجا القبض عم نحطه حكمه بهالبلد. مش عم بتفرج على الاسهار اول شيء، بس مش مثل هذيك السنه، هالسنه اخف. جينا الدار نسال عالحبايب، لقينا الدار تبكي عاللي غايب. جينا الدار نسال عالحبايب، لقينا الدار تبكي عاللي غايب. جينا الدار نسال عالحبايب، لقينا الدار تبكي عاللي غايب. كاميرا اخبار الصباح تلمست احوال سوق فرن الشباك، والمحال التجاريه اكد اصحابها انه الموسم انتهى قبل ما يبلش، لانه المكتوب بينقرا من عنوانه، والعنوان العريض الحاله تعبانه يا لبناني. كل عمر جنترو تبي شارع فرن الشباك مشعش عامل شو هالايام هيدي، عارف اقتصاديه شوي كثير. ما بعرف شو السبب انه السنه خفيف، بس ان شاء الله متفائلين نحن انه يكون افضل. عشان قد ايه بقى تحرك يومين ثلاثة بس، هيدا منه شغل ومنه موسم لتقدر تغطي مصاريفك بالمحل. يعني نخف العملة اللي كان ياخذ عندنا ب $1000 بعده بيجي، بس صار بياخذ ب 500، ما عاد اخذ. مش اللبناني الداخلي، اللبناني المغترب اللي بيجي من برا هو اللي بيعمل انكم، بيعمل حركة بالبلد، ما عاد بيجي. كل اتكلنا على اللبنانية والله، لأنه اللبناني اللي بيشتري. يا دل كلمته مش مسموعة، قد ما نحكي يا دل كلمته مش مسموعة بس. ويسعد لي صباحكم. Better love.